مش الحايك يصيب للمرة الثالثة خلال شهر بعد توقعاته بشأن أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والرئيس الأمريكي ترامب. هذا ما توقعه بشأن الفنان محمد عساف وحدث. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي النجوم. أحبتي يسعدنا حضوركم دائما في القناة كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. للمرة الثالثة خلال شهر أصابت توقعات الفلك اللبناني مش الحايك عين الحقيقة. المملكة العربية السعودية بأعلى سلطاتها بتحط بلبنان وسوريا. فبعد توقعاته بشأن أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والرئيس الأمريكي ترامب تحققت توقعات حايك بشأن الفنان الفلسطيني محبوب العرب محمد عساف. تغرب شمس الكويت على خبر حزين ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المقفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. أمريكا طارق صحي دقيق بيجبر الرئيس على تعديل كثير من برامجه. أعلن رئيسه الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل أنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أصيبا بفيروس كورونا وسيخضعان لحجر صحي. وبعد الإعلان الإسرائيلي عن قرار سحب إسرائيل تصريح الدخول الخاصة بمحمد عساف للأراضي المحتلة ومخاطبة الإمارات بشأن نشاطاته إلى جانب قرار حذف أغنية علي الكوفية الخاصة به من حساب قناة NBC الرسمي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفلكي اللبناني وهو يتحدث بهذا الشأن. فلسطين المحتلة. وأظهر الفيديو الفلكي اللبناني مش الحايك خلال حديثه عن تنبؤاته للعام الجاري 2020 قائلا أغنية علي الكوفية والمطرب محمد عساف أمام تحديات. تسلل فلسطيني محترف فوق العادة بيولع العمق الإسرائيلي. أغنية علي الكوفية علي والمطرب محمد عساف أمام تحديات الكويت. وفي وقت سابق كشفت صحيفة معارف العبرية أن إسرائيل ستسحب من الفنان الفلسطيني محمد عساف تصريح الدخول الممنوح له لأراضيها، والذي حصل عليه كونه يشغل منصب سفير الشباب في وكالة غوث وتشغيل لاجئين أونارو. ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيسة الإسرائيلي أبيت خيتر قوله أن القرار جاء بعد عدة أشهر عمل خلاله مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط على كشف أنشطة محمد عساف. وزعمت الصحيفة أن محمد عساف ظهر في مقاطع فيديو يمدح الشهداء ويدعو للكفاح المسلح ضد إسرائيل، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ هذا القرار. ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لن تمنع محمد عساف من دخول الضفة الغربية إلا أنها ستعمل مع أونارو لوقف أنشطته معها. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم العمل مع الإمارات من أجل منع أنشطة محمد عساف. وكان آخر أنشطة محمد عساف الفنية كليب سلام الله أهداها إلى أهله وأحبائه ولم يتطرق فيها إلى اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. سلام الله على نايل هوام النور. تنقلب السلطة الفلسطينية رأسا على عقب، مدوا جزر حول اسم صائب عريقات. رافقت الضجة الكبيرة التي أثيرت خلال الساعات الماضية بعد قرار السلطات الإسرائيلية سحب التصريح الذي كانت أعطته للفنان الفلسطيني محمد عساف لدخول أراضيها ضجة أخرى كانت بسبب الحديث عن حذف محطة NBC لفيديو أغنية علي الكوفية التي كان قدمها عساف خلال مشاركته في برنامج أرب أيدول.
وما أثار سخطا كبيرا بين المتابعين. ولكن بالدخول إلى قناة المحطة على يوتيوب يتبين أن الأغنية لازالت موجودة وتعمل في لبنان والإمارات والسعودية وعدد كبير من الدول العربية، ولكن تم حظر الأغنية في الأراضي المحتلة وأمريكا، حيث قامت شركة إنترنت إسرائيلية بحظر الأغنية هناك. ثورة بفلسطين عنوانها حماس، والفن الفلسطيني بيربح معارك غير عسكرية. محور المعركة وهدفها هالمرة البنية العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي. من جانبه رد عساف المقيم حاليا في دبي على قرار منعه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد عساف أن القرار الإسرائيلي لن يثنيه عن حب بلاده والتمسك بالقيم الوطنية الفلسطينية والتغني بها في كافة المحافل. واعتبر عساف أن القرار ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وقبح الحريات التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني. وقد أعرب محب الفنان الفلسطيني عن دعمهم له أمام ما سموه الحملة الإسرائيلية المعادية. ويرى المتفاعلون مع واسم كلنا محمد عساف أن قرار المنع الذي طال الفنان الشاب يأتي ضمن المساعي الإسرائيلية وحربها المتواصلة على المثقفين الفلسطينيين الملتزمين بالقضية. كما أشاد معلقون عرب بعساف ودفاعه المستميت عن الكفاح الفلسطيني وعن أبناء الأسرى والشهداء وفق تعبيرهم. وتداول كثيرون مقاطع من العروض الموسيقية التي قدمها عساف، لافتين إلى الدور الهام الذي تلعبه الأغاني الوطنية والتراثية في إحياء القضية الفلسطينية وتعزيز مفاهيم الانتماء وتحريك الجماهير لصنع التغيير. ويتجاوز التضامن الذي يبديه البعض مع عساف شخص كفنان محبوب، إذ يرى مغردون أن نجاحه ساهم في إعادة انتشار الموسيقى التراثية الفلسطينية. ويعتبر معلقون عرب أن الأغنية الشعبية الفلسطينية شكل من أشكال المقاومة ضد محاولات الطمس والتحجيم، فهي توثق برأيهم جزءا من تاريخ الشعب الفلسطيني وعاداته والتغيرات التي طرأت على ماضيه وحاضره وما مر به من تهجير وحصار وتشريد. محمد عساف هو فنان فلسطيني ولد في ليبيا وعاش في غزة، وبرز نجمه بعد أن فاز في مسابقة محبوب العرب التي نظمتها قناة NBC بالقاهرة صيف 2012. وقد حظى وصول عباس لخوض الاختبارات التمهيدية للمشاركة في البرنامج باهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية. وحين حاول عساف الحصول على رقم يمكنه من المشاركة في المسابقة وجدها قد حجزت كلها، فمنحه أحد زملائه رقمه ليخوض المنافسة بعد أن قطع مسافات طويلة قادما من غزة للوصول إلى القاهرة. وتمكن عساف من جمع الناس حوله وحصد 68 مليون صوت من الجمهور والقائمين على المسابقة، وحاز فوزه باهتمام فلسطينيا وعربيا شعبيا ورسميا. وقد عمت احتفالات آنذاك أرجاء فلسطين والعالم العرب ابتهاجا بفوز الشاب الفلسطيني. واشتهر عساف بأدائه للأغاني الوطنية على غرار أنا دم فلسطيني وعلي الكوفي. يوم العرك دروب النصر نضويها. بيفتح محمود عباس صدمات بيناتهم صدمة بيشترك فيها اسم عرفات.